معانا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة. وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة. وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. شوف يا فضيلة، قصة تقنعيني بصندوق كده انا ما بقتنع، لانه في قناعاتي انا ما مقتنع بالموضوع ده. بعدين تعال هنا من الصباح تنقدي خش الصندوق امرق من الصندوق، انا فارغ زونا فارغ عشان اخش علي صندوق. اسمع افضل، ده صندوق تكافلي، الحلة كلها داخله فوقه الا نحن دي. شوف هذا الهول يتكافلوا انتوا ناس الحلة بطريقتكم، لكن انا بقفل رقبتي وبقفلك انت، مزعول منك انت، انا ما مزعول من اي زول في الحلة دي. كمان فضل لي اقفلهم. اسمع افضل، انت لان الصندوق ده مسوي لنا شنو؟ الله لا غدر، انت كان مريضة ولا انا ناس الصندوق ده اللي بيعالجونا. ما يجيبوا معانا هذول، بنعالي يروحنا مرانا ما يجيبوا معانا. خلك من المرض، الموت ده ما معروف لي ولا ليك، كم موتنا ناس الصندوق ده اللي بيجيبوا اي شيء. في المرض؟ هاي؟ ده انت كتلونا في صندوقكم ده يعني والله شنو؟ ندفع عشان نموت في ذول ندفع عليهم موت هذول؟ اقول لك كلام، الصندوق ده رئيسهم. البلول اخوي. عشان البالونه ده انا ما بخش في الصندوق ده، اخر الزمن يقول لي البالونه. شوف يا اختي، انا جيتك في موضوع مهم ولازم نحسمه الليله، موضوع الصندوق والتكافل الاجتماعي ده. الحله دي كلها رجال ونسوان داخلين الا انت وفضيل، انا دار اعرف المانعكم شنو. والله العظيم ما في شيء مانعني الا فضيل ده، فضيل حلف قدر ما حاولت معاه قال ما داير لاي صندوق. لا ما بينفع، لازم تقنعيه وتفهميه انه المشروع ده كبير جدا وبنفس حاجات كثيره جدا. كويس، كرتونه في رمضان، كسوه العيد، وبيدفع رسوم للمدارس، وكمان بيكفي اليتيم. والله كلامك سمع وعايز اخش معاكم في الصندوق، لكن البغنع فضل شنو. طيب تعال انا اديك فكره، ما تخش الصندوق ده من دون ما فضل يعرف. بس فكرتك بالحيل عجبتني. اسمع عن هنا، انا بخش معاكم في الصندوق ده، بس انا عارفه لسان كان الاثنين خفيف بتمشي تكلم الرجال، كان رجال كان بيكلم الفضيل وبيعمل لي كارثه في البيت ده. لا انا ما معاك في الفكره دي نهائي، وعشان الفكره دي حتودي للكارثه اللي انت قلتيها. انت تقعدي معاه وتقنعيه انه الموضوع ده مهم وانه لازم يشارك مع الناس. اسوي شنو غايته؟ بحاول. يا فضيل يا اخي، الناس دي كلها تتكافل يا اخي، يا اخي خش معانا في الصندوق ده. طيب هذا انت صندوق ده صندوق الناس. بعد تعال هنا، الصندوق ده قصته شنو يا اخي؟ انتوا طايرين وصندوق فيك يرعبون هذول. الحله كلها فضيل مرق من الصندوق، فضيل دخل الصندوق. انا سبتوا معاكم ومالي صندوق وده صندوق الاسود. يا فضيل صندوق اسود شنو؟ صندوق احمر شنو؟ ده صندوق الحله دي كلها بتشترك فيه. انا ما بشترك، انا ده يا اخي اسمع من الداخل كده، انتوا كنت بنيتوا المدرسه وجيتوني اديتكم؟ ما اديتنا. وكنت جبتوا السيريه الثانيه قلت له انت جو المويه اديتكم؟ وده حارق دمنا يا عشان كده خلي لي حارق دمكم ثاني، انا قريش احمر بمرق ليكم عشان نفيد على يوم ناس الحله ما في، ما عندي ليكم، ابقى مالك هذول. بعدين اقول لك كلام هذول من الداخل كده، الماسك الصندوق ده ماسكوا البلوله؟ عشان البلوله السجومه ده انا ما بشترك في الصندوق ده. يا فضيل اخوي بالك حديثك لمه عليك، البلوله ده مع اخوي. شنو؟ البالونه مع اخوي. وبتهددني يعني يا بنو؟ قوم انت ذاتك اطلع برا برا، امر امر غمش عمش. قال البالونه قال ما كفى خدكم، ما كفى قروشين في بطونه كمان، ده انت وزعوا قروشنا علينا زي الحيطه. ها اخوان، نحن اوريكم حاجه، حاجه الاجتماعات دي بتشرد الناس. نحن قعادنا ده ما اجتماع رسمي بس تنوير، نحن اخوانا يعني دارين الحركه، دارين الناس تكون جاده وسريعه، ازدهار. ترمي لنا باقي الاشتراكات عليك نور، تجميع لنا شو ما دفع منه اصرف في البيت. بسيطين هم ما دفعوا. اي يلا يا اخوان، احنا والله اوريكم عارفين عارفين، الناس مشغوله، الناس ما قاعده زي مشغوله، لكن اوريكم حاجه، ده واجب الحله، الناس لازم تجيب في حله ده. صح اي والله. ما خير الناس ولا ما خير؟ اي ها، في زول ثاني عنده كلام اخواننا؟ طيب انا في ضيله ديك بين لاقي، وقال فضيل ده تعبان ومشي المستشفى وقرروا له عمليه مستعجله. فضيل؟ فضيل، وانتوا عارفين ظريف عامل كيف، فنحن دايرين الجمعيه والصندوق ده يقف معاه ويساهم في العمليه. كتر خيرك يا زهاد، نظم سمح والله العظيم. اهافا يا اخواننا، فضيل ده يا اخواننا حاله مخفي عليكم؟ لا لا حاله ميسور. نحن ده عمل الجمعيه،
من عمل الجمعية إنها تساعد الناس الما مستطيعين يدفعوا العلاج. فضيل ده ما قاعد يدفع الاشتراكات ذاته ورافض فكرة الجمعية من أساسه. يا محيسي الجمعية دي ما جمعية بتاع تصفية حسابات، ده عمل طوعي وخيري، ده من عمل صميم الجمعية. الله البنون يا أخوي، نظام تنظم درر. كتر خيرك يا مليوة. بعدين إحنا أخواننا زول ما عرف بالكلام، ما بيعرف بالكلام نحن نوريه بيان بالعمل. ولا كيف أخواننا؟ هاي صاحبي صح. كتر خيركم. مليوة، مين دربك ده؟ تمشي المستشفى. تشوف إجراءات العملية دي من وإلى بعلاجها. وتجيب لي إيصال وتجيني. حاضر البنون أخوي. ها؟ حاضر. عشان نمشي للزول ده؟ والناس تقيم معه لأننا كلنا أهل. في ضيب قوم ابلع الحبوب ده عشان محمد يدرك منك شوية. ها فضيلة الحبوب اللي بنحتي لنا في اللي إذا خان الجنب اللي دي مع كبوين أنا ميت هذولة. برا فضيل ما تقول كده تقطع قلبي. الله حليلك يا فضيلة. السلام عليكم. دابلو في ضيب أرحب يا فضيل. أجل عافية يا فضيل. مرحبا يا فضيل. الله يسلمكني بارك فيكم. كيف يا فضيل؟ الله يكعبت الحمد لله. لا أجر عافية إن شاء الله وبسيطة. بسيطة شنو أنت عارف حق العملية كم عشان تقول بسيطة؟ والله البنولة أخوي ما قدرنا ندبر قروش العملية. لا دي مقدور عليها. بتدبر ويتحلى تقولي. ده الإيصال. إحنا مشينا دفعنا قروش العملية. وده الإيصال من بكرة الصباح تسوق الزول ده توديه ويعمل العملية إن شاء الله. الناس دي كلها وبتتكافل. أنا ما مشترك في الصندوق القديم. هذا الصندوق القديم مش عشان اشتراك، نحن ما عاملين الحالات زي دي. انت زول معانا في بطن الحله هنا يا فضيل وعيان ومحتاج، يعني خليك كده يا فضيل. والله يا البلولة هاي الرجل المناسب في المكان المناسب. البلولة هاي انا عندي كم شهر ما دفعته. كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى دولة